الإنسان مننا له أعداء، مبتلى بأربع حاجات: إن ابتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إبليس ده عدو عدو إن الشيطان لكم عدو، وبيقول لربنا كده: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما تسيبنا في حالنا، لأبدا مش هيسيبنا في حالنا. قال لربنا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هتعمل ايه يعني يا إبليس؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من الأمام ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكأنه دي أول مهمة لإبليس، أول مهمة لإبليس إنه الناس ما تشكرش ربنا، إنه الناس ما تقولش الحمد لله، هو ده شغله الشاغل. شوف، فإبليس قاعد لنا قد إيه بقى؟ بص، 24 ساعة في ال 24 ساعة ما بيسيبناش. مشكلة. طب غير إبليس لنا أعداء تانيين؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النبي لما كان يدعو في أذكار الصباح والمساء: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. أيوه، طلباتك إيه يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. النبي بيستعيذ بالله، بيستعيذ بالله، أعوذ بك. ده النبي اللي بيقول، اللهم صل عليه: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. عشان كده احنا بنقولها في أذكار الصباح والمساء: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فبتلاحظ انه الاستعاذة بالله من شر النفس مقدمة على الشيطان. أصل الشيطان ده عارف مهما كانت قوته، لا لا لا، ضعيف برضه. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شوف، يحاول معايا خمس ست ساعات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فربنا يصرفه عني. يا رب أنا غلطان وتبت إليك، ربنا يكفر لي شفت يعني؟ هذا إبليس مع إنه مركز معانا قوي ويقظ. يعني مثلا يعني إبليس مش هيجي مثلا يقول لك إيه: أما أيل شوية، أو أنا أجي بالليل كده إبليس نايم فاخد راحتي بقى. لا يمل إبليس ده، بس بننتصر عليه لأنه كيده ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وربنا قال للإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فلما نشترك في العبودية ونبقى عباد لله، ربنا بينصرنا عليه. شوف إزاي حزب الشيطان هم الخاسرون، الشيطان ورجالته هم الخاسرون. طب النفس بقى، أدي مشكلة بقى. تيجي تعمل حاجة، النفس. القرآن الكريم بيعالج الموضوع ده ازاي بقى يا حضرات؟ عشان كده هتلاقوا ان النفس الوحيدة في القرآن كله، 6236 آية، الوحيدة اللي ربنا أقسم عليها 11 قسم متتالية ورا بعض. والشمس، الواو حرف قسم، والله بيقسم بالشمس. طب احنا ما ينفعش نقسم بالشمس؟ لا، احنا ما ينفعش نقسم بالشمس. ليه؟ عشان أنا مخلوق. الخالق يقسم بما شاء من خلقه، إنما المخلوق لا يقسم إلا بالله أو صفة من صفات ذاته. بالله وعزة الله وقدرة الله وجلال الله، صفة من صفات الله. طيب، فربنا بيقول: والشمس، أدي قسم، وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناه، والأرض وما طحاه، ونفس وما سواه. كل ذا قسم بحرف الواو. و ده حرف قسم، الشمس ربنا بيقسم بالشمس، وحرف قسم ضحى ربنا بيقسم بالضحى، والقمر إذا تلاه، والنهار، والليل، كل ذا قسم.
فين بقى جواب القسم؟ يعني ايه جواب القسم؟ بقول لك والله العظيم وعزة الله وقدرة الله ايوه ايه بقى؟ ايه؟ تعرف على ايه؟ لا أصلين او لقد صليت العصر مثلا يعني.